عندهم كلهم نبغى صحون. شلون ما ناكل يعني؟ ولا طفه يا ولد، طفه مكيف. بالله راح واحد ما تجيب له مره صحون. ما فيه احس شيء ملاعب. ملاعب ولا ايوه ملاعب بس. ولا صحون. يا رائع شو اسمك؟ ولو ليه طفيته من اي؟ طفه في ريموت. اسرع عفش الواحد جوال اسكر كله جابوه. ما خالد ما بسم الله اسمع خليك احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي شاي يا اخو. انا قوتي الثانيه ذيب في مجموعه. وين جبت الملعقه يا سايق؟ جاتني رزق حق التنبيق. متى وزنك؟ هاي الصقري فهد المالكي هيثم عبد الرحمن. كيف كيف؟ ها؟ رايد ادمعي حسن ساعدك. الحين اطلق ها؟ اي قلت يطلق حسن. كنت ساعدك بكتاب الشعر. قهوه قهوه قهوه. تكفى عطنا الشاي. حسن والله قهوه قهوه. والله ما في شاي. يبي شاي. والله ما في شاي على لا. لا لا هذه ثانيه. وين ابدا؟ اي هاي ثانيه. الاسبوع الثاني ذي. ليش هذه؟ ذيب ساعدك حسن بكتابة السيناريو. والله تحضر والله حسن. والله انا حياة الله. انا مامين. والله الممثل حسن. والله اكتب لي حبتين يا فهد. اللي معنا بالتمثيل الدكتور. اقسم بالله ايش فيه؟ ساعدك بكتابة السيناريو. ما هذا يعني كتاب كيف تفعلك؟ انت خبيثك؟ لا الصباح ما تشوف حتى حالك انت. خط قرأ 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 سكني خرعتني اليوم. اليوم انا اضرب فيك من تحت البطنيه. ما انت فاتح عند المسجد. لا كم سوى كم سوى من قبل؟ ايه ذيب ايش سوى اليوم؟ تكفى شوف في شاهي. قهوة او شاهي؟ ايه اكل انا يا اخوي. والله اذا قال ما عندي سكر شو المطبخ في سكر؟ فلما العرب خمام تمام ما شاء الله تبارك الله. ايه ذيب اليوم ايش كان يسوي يوم انه هيك عليه عند الباب؟ نحتك رايح يرقد بالدجال. بس ايش عنده ماسك عليه بالدجال؟ بالدجال اعطوه سوا مفيده تفيدنا تفيدنا اسالوا تشخي ومسوي ايش يرقد بالدجال؟ بالدجال انك تقول شيء. والله انك قلت بالدجال. اي اي يرقد بالدجال حماس. ها تك يا غالي عندك سكر؟ اي من المطبخ من المطبخ. تكفى نبي شاي. شاي ما في سكر. قهوه موجود. الشاي موجود. السكر موجود. في قهوه كله. يا لبيك الخلطه يا ماجد. يا لبيك يا شيخ معك الحين. الله يسلمك. كل اخوياي واضح من تعرف تشوف عين من النواب يجيب لك هنا المطبخ. اي اي غالي تكفى سوي لنا شاي. تكفى تعال 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 ابيك ابيك. وش اوه عندك ايش قاعد رد حلال ابوه هذا ياخذ من هنا ويديه. ما تجي ما تجي. سايد سايد اللي هم دعك الرجال ما راح. ها؟ احد افضل اشياء تجي ما انا كلها. هذه عندك فطاير وديك عندك. كل انت اطلع ما خشم. الله ليه؟ كل اخوياي. بس هذا هذا لكم كلكم يا اخوياي. كل اخوي هاي شغلته وين؟ كل اخوي 24 الله لا يحييكم الا على ضيع في كشافي. ليه الحلو ورقه؟ واه واه ورقه وين؟ ورقه وين يا سايد؟ ها؟ وين ورقه؟ ليه ليه يا خالي؟ خالي ليه يا خالي؟ ما هو لونه خالي؟ ولد والله احنا قوية. ها؟ هم حطوا الممثلين الاقوياء مع بعض. شوفون الفكره كذا. لا بالله ابو وزاع وش احسن ورقه؟ حرام لا شبكم الساعه مرتين سلطان قحطاني ورايد واحمد سالم معاه احنا ثلاثه. اسمعوا شوف القدحه وش بسويها انا اوريكم مره.
تعال وعد هالفكره دي ان شاء الله. شوف الحين كيف شوف الكساحه. انا وعد الثروه لا وعد الثروه ما شاء الله. شو هيبه هيبه ايه حطانا مجموعة صقري صقري ابو مشاعل عشان انهم لا حرام لا حرام لا حرام الوعد السيناريو هذا ان شاء الله ابو مشاعل وشو بعيده يا اسال بالله انا بنتاكد يعني وين حداكم صغير والله نعم انا وانت هذا ماكي وهذا مصليطي اه حلو وخر راتب ذي بنبارك ولد ولد شنو حك بالحياه وش بدي يا لحم زي اللهب الحين بيجي بروفايلك لا باقي ساعه بعد منع معلقه تجيكم الحين جلاد خال كل صقر يشبع من مخلابه يبدعون بك في شروم اليوم يا مقلد ابو خاتم والله يبقى عاد ليه الجوز هذا لو اقول لك شيء والله طقطقنا لا مو طقطق هم جايين على الخط اللي صار اليوم خبطنا خبطك شاهي يا جاب لا يمكن يجي هو اسمع شو اسمك؟ ها؟ يمكن ابو كاسم صوت الرباط صوت الرباط خلينا نجي يا اخي ما سبعنا ولا شيء ما كمان بس يلا حي ابو منصور معي احمد احمد سلمك لا والله منصور سلمك جوعان اقسم بالله ما تغدى محمد المنصور محمد المنصور يا محمد المنصور انت معي تراك تراك انت معي يا المنصور لا لا يا لقيته والله لو معك شايف ما صار لو معك اربع مرات ما انتم ماخذينها ما انتم ماخذينها طيب ايش يسوي هو اي طيب ايش تحدي السكر ما في زي طايق كرزان طايق ها مطلوب طلع الكرزان انا اللي منجحك بالاول لا انت لا انت منجحني انا منجحك بالاول ماني فك بالجاي طيب ما اللي وزع الادوار لا لا حبيبي لا لا ما طلعت بشيء بطلت وقفي ولا كانك لا والله كفو لا بيضاء وجهك كنت حمي مصوب بس انا بيضاء وجهك ما بدك تبيت والله وجهك ما سمعت ان الطالب يتفوق على الساده انا حتفوق عليه هذه الثلاثه يا اللي معي في المجموعه ابشر بالاول كفو خلا 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 لقيت المره الثانيه على التوال اتحدى انا ضدي هالمره انا وابو سالم جميع مع ترك الموسى سلطان والله اني جاي بفكنا والله انت بتفوز عليكم الفكره لو ما نادي لو بدون اداء بس نوريهم الفكره بس الساحه بنشبها شاب بس اصبر منصور دول لهم الميدان ما عندنا شرمني غزي اصبع هذا ما يفتح لين يتحرك لحيه يشرب ياكل ابغى انا شو يدي ماشي عندي في ممكن ماشي على كتفه شو يا ابغى شو يدي هذا اشياء بدري على بدري على مخك استوعبها يلا والله اسكاب ذا اللي من اول ما دخلنا على ايه والله لو تزين ما تزين يركب نركب والله يا جماعه والله لو ترمي والله رايك تغير رايك اسمع غير رايك انت بس نبغى مشهد ابشر يكسر الدنيا والله لو يرمي بعيد والله لو يرمي بعيد على قطوه النت اسمع خلاص ما حد طفش محمد بن منصور جاد الروبي بندر ابو زيده بس ليكون انا قائد انا ما احب القياده لا ما انت قائد هنا انت ها حتى انا ما احب القياده ما احب القياده بالذات في كان تمثيل تمثيل حتى قلت له فكره ما عندي انا 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 اللي اعطيتهم فكرتي ترى والله فكرتي حقت الفقير والغني فكرتي انا انا التمثيل ما احبه ما احبه والله ما ما تحب التمثيل ولا ما تحب ال ما احب اطلع افكار تمثيل ما عندي اصلا بس انت مبدع والله ما نجي لين بعد هذول الحبايب ها قلت لك روح كلمهم انا ما اروح انت المنظم يا مثلن انت المنظم انت كلمهم طيب انتهى انتهى فروه وكاب وبدله تجمع افكار كلها في شخص واحد حاسم الكاجوال طيب مشهد مطبق فوق الغرفه غرفه يا ابو كاتب اليوم قرايب شمري تطلع الشابه مع شواربه والله انطح وش عاد وايد خبر اللي يسلم عليه هذه اللي فوق اللي ما قد شفتها هذه حقتك هذه اللي ما قد شفتها تطلع اتحداني دعاني ابو كاتمه والله يا ربي تخيل
تحداني ها؟ محمد خلاص ترى تحديتك اليوم طلع واحد من العيال دخل قاعد يا انت عدات اكبر حي الله يلا ها؟ تطلع من ظهرك ليك حق تمس قال لي احسن ما بيسوي ايه وايد وايد تكفى يا رد لا تسويها تكفى اذا تحدون العيال عليك والله انا اتحداك هذا اتحداك انا والله ليه ما اسوي يعني؟ سوي ايش؟ طلعوك بالبهذا الليله الو حاول لا تفتح لا يحجر لك احد عشان ما ينزل عليك المقطع ذاك ترى بيجي تركيبته بطل اي مقطع اللي حق خلي احسن تسوي لا والله لا ما عليك انا والله لا تجيبها بجديه تجيبها بجديه ترى اسمع لا يحجرون لك رجال انت ما هم الجوار رايد رايد وش اللي بتسوي اذا دعانا بكاسم حسي معهم باكستاني والله والله العظيم اتحداك والله ترى عادي شيء ما فيها شيء برامج الليل اللي فيها صوت كيف هذه؟ كيف هذه؟ بكاسم؟ يوم هذا بمعصى اللي معه خلي خلي كيف حالك يطلع معه خلي افضل ابشع هدف هذه وش افضل ابشع هدف افضل ابشع هدف صديق انا يجي من بنقال افضل ابشع هدف هو طلع اسمع رايد صح؟ السواد هو شو؟ السواد هو شو؟ أنا أدوك على طول. لا يا عيال هو يا عيال ما أدري ما قلت لهم يوم جاء عند الزاق قال أنا آخر واحد جيكم. أنا آخر واحد جيكم. أنا آخر واحد جيكم. أنا آخر واحد جيكم. لا يروح أبو يقول أرحب واحد من أمنا. أتحداك أتحداك مو كذا. حسن أقسم بالله أطلع من البرنامج. دخل خش أطلع أنا الحين من البرنامج. نذر ان سويت الحركه دي نطلع من برنامج داخل دخل خش حاره احنا فهد فهد سويتها سويتها متاكد ايوه مالي شغل سويتها حركه والله انت ما عرفت والله العظيم ان في ناس يرضخون تركي انت هو اللي برايي سؤال تركي اسمع كيف تقول سالم يا اخي سمع ما سمعت ايش ما بك تسمع لا واسمع ايش قالوا اقول الحق ذي لين ما عاد ناقص الا صوتك اوكي انا هذا اللي بسويه شيء يقول انت تركي يلا يا شباب طيب وال وش يا اسبوعين يا رجل كلم تعال يا اسبوعين قبل اسبوعين لا وش هم يبون يحدون على شيء اكتب اكتب يلا هذه قاعد بنكلم اهلنا يا ابن الحلال احنا لنا 12 يوم يا مسلم ها 12 يوم ما كلمنا اهلنا يا اخي قبل اسبوعين لا باقي يومين هم رحت ثلاث ايام ودي معي وكل شيء شوي اللي تبونه الجوالات يلا يا رب ناخذ السفاره يلا يا رب اول واحد يا رب يا الله يا رب اول واحد يبدا بالخير والله انا كنت اولهم ها اي والله حركه استوديو كل معنا ها هذا الحركه ايش حركه يلا يا رب العفوية هذا وعد انت واحد انت واحد بالسفراء ولا ماني عارف شيء والله ان شاء الله تكلمك خشمك يا طوبة تعطيني جوالك يا زين والله انت عبيك تعال يا اخوي ما يبقى والله تقعد الله يجعلنا الرجال هم ثلاثة اللي بيروحونها واحد ثلاثة اثنين اثنين شطرة اللي قدها ان شاء الله سلام بس كنا نتفع عمر شلعناه بعدين لا حضره انتره اخوي ذاك رايد وين رايد؟ اندر باخر اندر باخر قلت كلام اخوك يا الولد بو منشو حلق انه راسل ترى ما في باين المغاسل ما عندها باين يا ابو منصور يا قلت الدبره يا اخي خبر يا اخي عندك غير ذا الجنز اعطني ماي يا محمد ها يا احمد عندك غير الجاكيت وعندك غير الجاكيت فلان بس وعندك غير القبع وعندك غير الشراب وعندك غير الكوتش ذا شراب احمد عط طرقي واحد عط طرقي واحده وش تعطيني؟ ما دخل ثلاث ايام تقول جبت لك الغرض جبت لك المفك تعال تعال طيب بعدين سامجة مرة يا اخي هي سامجة بس اسلوبه اسلوبه يضحكك اقسم بالله قطاته دائما سامجة بس انه اسلوبه يضحك تعال كم 11 وربع يقول عندي فقرة الساعة 11 الا معك يا حسن لو تبيها الساعة 3 الفجر لا سو ابد سو طابت نفسي قلت خلها بكرة والله
اي والله والله قلت خلها بكره. والله ما تناسب صارت في الوقت هذا. طيب يعني حط بكره ما في شيء. اي لا بكره خليها بكره بس اليوم ما تصلح. يعني تونا صار لنا مشهد حتى الناس داخله جو ثاني بعدها نطلع بجو ترفيهي الفكره ما هي مقبوله اساسا حتى الناس بتقول انتم يا اخي عديمين احساس ومشاعر مو بس علي انا حتى عليكم انتم ما هي بحلو احسن حقها بكره حتى جاني الاعداد قال لي ليه ما منطبقها اليوم قال لي يا ابن الحلال ترى تاخرنا قلت له ما هي بحلوه لا في حقنا ولا في حق الشباب نقدم لفقره مثل هذه في وقت الناس متضايقه وحنا متضايقين البيضه على وجهك ولعل في طرق النجاح لاختيار الوقت المناسب الله يسعدك وبكره خير له يمكن بكره وش وش بتسوي انت بس ناقصنا والله صوت الصقري فقره ايش فقره عن افلام كرتون والله انا ذكريات الناس معاها والكلام نقدم الشارات عارف الشارات حقت افلام كرتون تابعت افلام كرتون ولا فيلم انا طول سينما ليه ما رحت بمدعك بالذات؟ يبين الحال تكي هنا كيف ما أبو ولا أنا؟ اسمع لازم نشتغل على الفكرة بنختار فكرة طال عمرك دام تركي مو معنا تركي اخترت لنا ذا الفكرة وسويت لنا زحمة وزعلت ذيب بس بطل أنت خدت فيها بطل ما لها دخل بطل بس لا تقول تركي مو معنا انا بختار الفكره لا 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 الفكره قل لي له الله لا انا ما قصدي من الكلام هذا دام تركي مو معنا بنختار الفكره يكون فيها لوكيشن واحد انت شفت الشخصيات اللي معنا شفتهم شفت اسميهم معهم ساير على كيفك عطني ال ايش هو ساير حبيبي صقري ها شخصيات ان شاء الله كذا تسوي مشهد مجنون ابشر خلك جاهز اسمع كيف انت الرئيس فك شرك انت الرئيس الرئيس حسن ان شاء الله كلكم ما فيك مقصور ها لا لا هذا اللي يشوف نفسه اللي يشوف نفسه انت عييتهم قلت له من الرئيس أنا الرئيس الحين هنا. شو ملي معي؟ عبد العساف، حسن الدوسري، ساير النهار، بدر بن عدل، ماجد العسير. بس برضو روح قل لهم أنا ما أقدر أمسك الرئاسة. ولا أمسك أنت. أنا يوم أقول أمسك الرئاسة يعني. ولا لا. فكرة فكرة. لا. لا. والله يروح. أروح أقول الله يسعدك قمر هذه الحاسة. لا 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 مو مع السالفه الا قرش انا حسن سامح حبيبي لا 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 بس اقول يعني قل لهم انا ما قلت لهم قل لهم انا ما ابغى امسك الرئاسه قال لي قل لهم انا ما ابغى امسك الرئاسه صح كل شوي كل واحد هو يمسك الرئاسه قلت له قال لي قال لي حط حط حسن قال لي التدشين الايام هذه عندك رئاسه هالفكره ذي كلكت اي انا كيف هو ما ابغى انا ما ابغى قال لي نشوف بنعطيك هو ما يأجل اسمك انت الوحيد اللي ثلاث طلبات تقريبا او اربع عندي انت الطلب الوحيد اللي خلاص انرفع يعني الباقي ما رفع انتظر بكلم الاداره براجع ما ادري وشو ما ادري والله بس بسيط يعني شيء كل حتى الشباب كلها مبادرات يعني ما ايش يلا قوم الحمد لله ما خرب بس يعني مره قال بس انا كذا دوري بيكون معك ما بحلو بيقول لا اي بيقول لا خلاص انت تطلع برا بيقول لك انت تطلع برا اي بس انت توصلني لهم انا ما اقدر اروح طيب يلا اسمعني انا ما قلت شيلوني انا قلت ساير عشان لا فكره في التنفيذ احنا اليوم نتحكم وليش ما تتعلم انت يا اخوي كفكره يا اخي وش الفكره يا اخي انا يا اخي ماني ممثل انا يا اخي اجل اقعد خليك بسلامه اقول لك بكره انت عند الرجاجيل قرار حط هناك ولا جملتنا اعتش عين خير لا والله العظيم صد زنا على ما قال تخيل يحطونك في شيء ثم تقول والله ما ابي ربعي ما يبوني انا بكره الرجاجيل وقل هذه الفكره وطبقوها لا لا شوف المدير اللي راح معطيك الاداره المدير انا ما ادري عن لا طيب وش في سلطان معطيك اياه يقول انت المدير ما ادري ايش يقول لا سلطان ما اعطاني من اللي معطيك اجل سلطان ما اعطاني من اللي معطيك طيب يا اخي ذا ما سباكه دار سباكه احمد دار سالم هو ما بدي كلكت اللي طافت ذيب شفت انك ما تدري وين اللي بالسارحه ذيب سلطان مو معي معي ذيب والله ان ذيب هو اللي ماسك ال انت ممثل قول انت ما تفيد كلكت هو مسكها وكتب السيناريو وزود كل شيء اكبر ذيب خابر اللي قلت لك انا قلت لك شيء بس انت يوم عطيت ورقه دي عطني مويه جنبك يا ذيب ذيب عطني مويه جنبك جيب سيناريو وسوي فكره
ايه بس انا جبت يا انتم مو راكم سكران يعني اول مره يمثل ما في مويه كلها لا لا هات هات كل مويه شرحت على اللي يقول لك يا رجال تقلع كان هنا ثلاثة ما نبي قال يلا خلاص بروحوا ضيقوني بغيرك انا جيت قلت احد ما يبيني وجهه حنا نبي انا عندي مجلد ما بيعطيه اياه لا لا عندي بعطيه لا تتعب علي انت تقول عندي مجلد ما بيعطيه الا بصير مدير انا ما ابي اكبر منك انا ما ابي ما ابي الاداره انا قلت له ابغى حسن قال لي انت قلت له ما ابغى انا بعطيك وليش حسن لان حسن قال ما ابي طيب خلاص حسن يلا حلها والله قل الدبره في ذا الفريق كان اخوياي مرحبا بهم على الشبه اقول كل اخوياي مرحبا بهم على الشبه يقول راكب اللي جديد المديله ها وش فيه؟ اللهم لك الحمد يا اخي صابني اليوم جوعنش حلو ما الغدا حقهم اذا لا تنسون اخوانكم ترى لنا واحد من الغدا ها اوه صح لا غداكم اليوم كهو عليك كهو بس ناقصه شويه ملح شويه ملح والله انا قاعد تركي حط ملح حط ملح يا ولد ما في ملح وين من بعدي الوقت عندنا ترمش عندنا خشار لين متى اخر مره اخذت شاور؟ اخر مره؟ البارح هنا ولا هنا؟ هذا ما شاء الله عليه نعم ما شاء الله ما احس بالبرد والله راح اجي من البرد الليل ضد عوامل التعريق كلها ذا قل لا اله الا الله انا ذكرت الله والله قل لا اله الا الله والله انسان ضعيف وسبحان الله ما ارحم نفسي ما شاء الله تبارك الله لا يضر والله ما ارحم نفسي ما ادري اخوي كذا ولا المفروض اني حي ما جابه الشايب ما ادري وش سمعت سالفته حقت الشايب اللي قال اني قلت لهم ابي اخذ اللي ابوهم كبير بس مستشفى الامام ما ادري وش في لا توني ادري المعلومه هذه ايه؟ انا سمعتها متكلم يقول مستشفى بس ما ركزت بال اللي انه كان في تبرع بالارجل هذا اللي فهمته انا ما ركزت رجع انا خلاص من تركي في تبرع بالارجل استغفر الله يعني هذا يسأل على الرجال الماجد لا سأل انه قال انه عادي حتتبرع بالرجل كتبت بكتب بس اجلس ريحه الهيثم لا هو قال طعمه اكتب بسرعه هذا طعمه حلو بس ريحته هذا وش زبادي ذا طعمه حلو ما كاتشب حلو كله حلو طعمه حلو شكله لكن ريحته صح؟ زين بديك تركي انت مع مجموعتنا صح؟ طلباتك كلها اكتبها ايه حق التمثيل تركي ايه؟ انا عندي موضوع ترى انت عارف وش هو؟ ها؟ تدشين ايوه تسجيل؟ لا اللي لا رفض فيه حسين الفيفي اللي هي فلوكاركو شو اسمها؟ رفض اللي هي شو اسمها فلوكاركو؟ انا عندي شو اسمها؟ فلكلور اللي رفض صح؟ رفض ليه؟ لانها نشيد قديم صح؟ ها؟ نشيد قديم اي قديم؟ ها يا حبيبي ايش الورقه اللي هناك؟ حصري في الورقه اللي هناك؟ يخلصون الشباب تكتب اسمك تكتب كل شيء صوتك النبي صوتك النبي هو رفض كان رفض عد من جديد سلامات يرفض ليه لا حبيبي انا اقول لك اكتب في الورقه والله رفض لا ما يرفض شيء حبيبي خذ العلم مني شو الورقه اكتب اسمك اكتب طلباتك تركي حبيب قلبي اليوم الربع صح ايه حتى انا عندي اشياء ايام هم ضمن التدشينات يعني مثلا ورد وذا يقولوا ما هو كل شيء بيطلع يكون موجود لان كان في اول حساسيه بين السابقين ليه انا طلب زي كذا وما جبتوا لي ليه جبتوا حط يا ابو ما هو كل شيء حيتلبوا يعني الشيء البسيط حيلبوا ورقه تعبيها تعبي كل شيء ليش اقول لك تعبيه عشان اوديه لهم في حال رفضوا شيء او الفكره ما وصلت اقول لك يا قلبي انت اللي كاتب انت كتبت كذا 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 ابغى ما عندي شيء انا بس هو موضوع اهم شيء تشي ها هذا مجموعه ثانيه عادي يذكر الاسم والله ما ادري عمو يا عمل وش تركي وش اكتبوا وبقول لهم تركي وش محشيه ذي
دجاج صدق والله ايه دجاج شاورما سم تقول عبد الله عندك مبادره شاورما مثلث ايه عندي مبادره اكتب بعد الورقه هذه انت بعد المجموعه طيب حلو مجموعه انت بعد المجموعه مجموعه ابو زيده انت مجموعه ابو زيده لا انا مجموعه تركي الموسى انت فوضت خلاص لا مجموعه ابو زيد وتركي المجموعه الثانيه لا وش مبادرتك ما انتك خلينا اقول لك روح الكتشب تكتبها في ورقه تكتب طلباتك كل شيء تبيه طيب لو تذكرت شيء بيزيد ها لو تذكرت شيء بيزيد لا الحين تكتب كل شيء خاف انسى لا تسلم له الورقه ما قال لك فوق هذا لا فوق هذا يعني ما قال لك الحين سلمها عادي يوم يومين ثلاث لما تخلص كامل دي استهبل ما خلاص طيب لو انه ابو زيد تركي هل في ناس قد اختاروا الاسابيع القادمه تكشينات مو هو اللي يختار هم اللي عندهم الاختيار هو بس يحدد زي مثلا انا بحدد يوم معين لا مو كيف هم حسب ترتيبات جدولهم لا عليك زي الاسبوع الجاي واللي بعده ممنوع احد يخرج يسجل ولا اي شيء انا عارف متى بتسدد خلاص على كيفهم ما قالوا خلاص انا قلت لهم اللي ابغاه زي كذا بيوفرونه طيب بسيط وش ورد وسيب ومدري شنو بسيط هذه الفرشه الحمراء ان شاء الله بس انا بحاول الاسبوع الجاي ان شاء الله يرضوا انا بدي اشتري شيلات يا اخوي عادك بس سجلها طب سجلها جاهزه مسجله من جد من جد طيب كيف يا اخوي؟ ها؟ بعرف يعني شو اخوي اخوي صدق والله لا والله لا والله استهبل نفس الطريقه اللي قلت لك حلوه ترى ايه يا رجال طالما تركي مسؤول عن كل شيء تركي راح ينجح العمل حتى لو العمل فاشل هلا ولو العمل ناجح تركي راح يفشل تركي ويروح لا انا ما دخل انت ابيك تحط اسم اول واحد فكره انا علمت شيء عنك اذا يهمك ولد انت شو بك انت؟ جاي كنفضه انت؟ روح الجوع انا عندك سكر يا ابو صدق السكر يجي في رجفه استغفر الله اسال الله الله يشفي جميع الله المسلمين امين يا والله يا ما شاء الله يا اخي ماجد اللي جانا ذا بسم الله ما شاء الله تبارك الله الحمد لله ذي ها اي والله الحمد لله بسم الله ما شاء الله عليه قوته وشجاعته واصراره في عندك ها؟ اسلم يا ابو زيد انت تقول يتبرع بالرجل هو قال قبل يرجع الا في حاله في حاله واحده مو انا اللي قلت هو ماجد طول راسك يمكن رجل شكل ومنك من بلفز من لا يا شيخ طب بالكتاب في راسك لا لا ما اتوقع انه يكون تبرع هذا الحين اجتماع ذا؟ ايه تعال بحس اسوي لنا كنسلته ليه؟ عشان وضع الشباب اساسا كان وش هو موضوعك ممكن؟ قلت لك انا افلام كرتون يعني فكاهه وذا اسمع لا مو فكاهه ها. وين عبد الرحمن سويل؟ فكاهه ها؟ لا لا مو فكاهه يعني؟ على فكره ال... ها؟ اسمع انا استغربت انا حسب عندك معلومه يا ابو زيده انا حسب عندي معلومه لا هو قصده انه سمعنا ايش هو؟ انا احسب انه صدق والله في تبرع صدق بالارجل اول مره ادري عنها والله والله هذا اللي انا كمان فهمته من ماجد انه يا اخي في ناس متوفين خلاص متوفي ياخذون اطرافه مثلا يسرعون بها طب ماجد انتظر صح طب ماجد انتظر ها ماجد يبغى ولا اهل الميت ولا اهل الميت ما اهل الميت ما يتقبله على حسب شيرات شو ترفع صوتك بس قصده عشان يسمع يمكنهم ما يرضون ما اللي تبرع بالاطراف مو بالاطراف شو اسمه بالاعضاء موجوده صح؟ في حالة إذا شفت بعد موتك لا وين تتبرع برجو صاحي أنت؟ ما أدري يقول ذا أنا استغربت أنا والله لا حتى لو توني أدري على المعلومة هذا اللي أنا فهمته من ماجد إنه يا حبيبي ماجد يسأل سؤال يقول من اللي يعطيني وأعطيه رجلي؟ طيب كسؤال بلاغي بلاغي صيغة مبالغة يبي يعيشك القصة أنت بعصت أم القصة والله بعصها صدق المهم كلك يتبسط جمع العيال وشوف وش عندنا يلا حسب دينا والله اللي قسم بالله اللي بقوله على اليوم عن اللي صار اليوم اقسم بالله موقف مثلا قلت حق تركي قبل شوي اقول له الوالده انا دائما اللي مسكت خط اسرع ما خصوصا اذا كان عندي خط طويل فاسرع
قد رسمتوا شيء انتوا؟ قد رسمتوا فكره ولا شيء؟ موجود عندي افكار واجد انا. احنا ان شاء الله بنرسم، لكن اقول لك ان شاء الله احنا ان شاء الله الاول. زين القوه انت، انا اقول لك شيء واحد، انتبه شد حيلك. لان هنا بقول لك هذا التمثيل مدالح ميدان. هذا شيء صح، هذا شيء اكيد كلهم بيشتهي، اذا المشهد الواحد ما جاء صح ما جاء له نصيب. لكن ابشرك احنا ان شاء الله الاول باذن الله. مجموعتك الاسبوع اللي راح قبل يومين كم اخذت فيها؟ الاول ثالث صح؟ ثالث. لكن احنا ان شاء الله اقول لك هذه المره احنا الاول. والله الثالث صح عديم؟ اخذنا الثالث من ورا صح؟ لا ايه الاخير صح؟ لا الثالث معكم يعني انتم سوا. انت يمكن لو ما طولت وكان المره الاولى انتم مسوين حلقه وعمليات وطع. انا قلت وين الحلقه الثالثه؟ تعبين ورايحين جايبين شلبوك واللي كتبوا بالسيناريو تعرفك لو انه مسلسل يلا مو بعندنا. ايه شوف ايه انت مطفين ايه لا مو كذي جدي هذا غلط شوف ها والله فيها خصم لو انه صحيح مسلسل على التلفزيون كان قدم في الحلقه الثالثه والله العظيم يا رجال. لا المفروض ان حق كركت انها خلاص كلاكت وش كركت كلاكت شيء المفروض خلاص احنا خذينا 25 دقيقه المفروض نقسمها 10 دقائق الاسبوع اللي راح اذا واسبوع 10 دقائق الاسبوع الثاني يا ولد يا كوكب الاسبوع الثالث نخلص 5 دقائق تدري يا تدري انكم ذيب ذيب اول موضوع ترى انكم اخذتوا القوه الثانيه حق تركي الموسى ترى ما قفلنا خليتوني بعد الدور ادري والله ما اخذنا اول الله يوفقكم شوف انت كنت معي في المجموعه الاولى صح؟ احنا مجموعتنا الحين جديده صح؟ لكن شارحين المركز الاول باذن الله انا اقول لك انا اقول لك عساك على القوه انتبه لنفسك ما اللي يقوله؟ انا اقول لك شد حيلك ما اللي يقوله؟ ابراهيم ابراهيم العود صح؟ وذي بيقول لك ان شاء الله المركز الاول ان شاء الله باذن الواحد الاحد الاسبوع الجاي المدار احمد لا انت ولا هو باذن الله عطني ان شاء الله بسعدك كثير يلا يلا عطني مسحب جاهز جاهز فكره اي دور فكره انت معلومه جاهزه هذه الف عليك الحب معلومه جاهزه 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 ولا ايش قاعد تسوي احب الكلام انت تعرف ولا يا ولد تراك بتكتمنا لا لا يروح يروح شوف انت سويت يا انت سويت انا حبيب ابراهيم انت اللي علمت الشبه مال شفت البزران اللي ليش دخل شبه الثاني ليش كذا طيب ليش العلم شبه النار من هو ولد شفت البزران هذا والله مرو جداني وخوالي كيف انضخ طيب والله تبطي جدانك خوالك علمونك شفت البزران اقعد عند الضوء حبيبي خليهم ترى بدخل ذيب بعدك بزين بدال ما تشيل ذيب ترميه هناك اختصار الوقت ما في النار يا ولد شوف ايش سويت انت غبرت الحين كيف انفخ النار حبيبي قول له على قولتكم المنفخ صق وينك بزين سبحان الله البزله خليته عند ضغن الحرف فيه العفيه اي يا رجل خلي عوايد فهد انت لما تسميه تقعد دايم يحوص حول هالنار تقول فيها كرسلك قهوه ذوق انما يا الربع انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا صيبه او امراه يتزوجها يعني اقبل على الزواج ليش تشهر عليه؟ امراه يتزوجها تزوجها ما تشهر عليه وامراته لا الله يهب الكعبه والله ورب الايمان منها الشر عليه دقيقه الحديث وشو الحديث وشو انما الاعمال بالنيات انا نيتي ان الرجل هذا يتزوج انا مو بقصد ان هذا مره حشو رجال مبارك كلمه مره ها جت عندنا كلمه مره اشتعل اقول اقدم هذا ليش تلعب على مشايخ عزيز رحمه رجال الغزل يدي ارحب يا رجال وين يا ابو مشايخ تقول لهم كذا ارحب يا رجال انت كذا هو يقول ارحب يا رجال رد الجديد انا ايش يا يعني الحلقه الجايه بتمسك الطار انت فكرك انت تشوف ان شاء الله بدل سما جبل الموت ها الموت دي طلبيه وشو بس الموتى؟ لا اطلب ايش تبي الموتى؟ نبي نروح هناك سبورت لا ما في موتى سبورت اكارت تبي ولا صاحي انت ها انت بتمسك الطاقه صح ولا لا؟ وش تخطي؟ ها تبيك موتى ردت 99 قديم بهبهاني فيه؟ لا ددسن 99 حلوه غماره؟ شفت اللي دعست لها اثنين ينفك بابا هذا مو تصير كبوتها غمر غمرتين؟ غمرتين انت من داخل ازرق بعد نجده وصل صوتك وصل والفكره وصلت ان شاء الله وتنتق من تمشي لين توصل ايوه تنتق وش دراك انت؟ موديل الموتر قديم مركب انت؟ لا انت شفت الموتر قد ركبت على الموتر لا انت قلت موديل كم قلت انت قلت تعرف النوعيه دي ها؟ يعرف النوعيه هذا درباوي السابق صاوي السابق السابق
لا والله قلبك التقويم والله قلبك يا حبيبي. لا انا ورا انا عرفت الرجال اذا شاف السالفه يبي يدخل فيها. قال ما عندي المجال. لاني قاعد الحين اشوف وش سالفتكم وش انت من رب حذفت افكارنا وفي مجموعتين. لا والله ضحك والله ما يبحث ترى الرب ما عنده تفحيط ولا شيء. بالله عليك انت تحسب ما يتعالى فكرتك. انتم تدورون بس طرف خيط من الفكره. لا في احد قالك اني انا ما عندي. حبيبي احنا مخرجين ومنتجين وكتاب شعرة. انا اللي مدرس ومشدين انت حد فيها. انت في البر ولا شبت النار ولا والطير يمك هنا صفين انتهينا. هلا كل اخوياي على راسي وفوق يا بعد حي طايح راي لا 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 توهم زين ومن شوي بلا ما فقدتوني بالله والله فقدتني يا رجال. لا 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 نحن محمد لو تأخر دقيقتين بتقعد الدوريات والله بتذكر الله لكن دم لك والله بشرك خرب مايك وزينت ابد عليك. كيف تعزيزه يا رايد الليله؟ بس 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 وين انت تخسر رايد انا بشرك ما ابغى خليه يصب. لا 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 انت صب رايد انا بشرك ما لا اكيد لا اكيد رايد تخسر رجع شيء دقيقة أنا بشت أنا بشت أبو حمد ليش سووا ما شفت شيء ما أنت صدق أبو حمد أنا أصبر زين ما شاف زين خليني واحد معك واحد معك زين فكر واحد زين إنه ما شاف فكر واحد زين إنك أنا بشت الربع يقولون أنت داخل على الشيوخ كذا تقول أرحبوا لا أنت شفتني لا ما أنت بس زين إنك ما شفت إذا تروح تبدأ واقف بعدين تروح تبدأ من اليسار ليه ما بدأت إذا أنت قلته وأنت على ما قال ما بخسر أقول شوف الفناجر الطقم ما حد يبغاه ترى طقم ما حد يبغاه تبغى بوجهك طيب تروح تبدأ من اليسار وارحبوا. انا كنت دحين توي كنت المخرج يقول ما سويته ولا شيء يعني حرام. لا انت مسوي شو من قال لك انك راح حمل اليسار ما راح قلت له انا صدقت قلت انت قص بي شاي ما في فطاير حلوه ابي يعني انسى وشوش ترى الدعوه لازم اذا كان حلم ما تشرب لك قهوه يا رجل عادي الجوع والله العظيم ما يعرف لا حلا ولا يخسر الجوع انا اشهد والله العظيم سوداني انا اخوك ياسر ليش سوداني مو ادمي الا عادي مر السودين ياكل تمر طعمه يتكهف شاهي ها ياكل تمره ويتبعه بشاهي تمرين عادي في ناس تحب كذا لا انا صدق ابو حمد اقول لك شيء تنصدم من شيء واحد ما تتوقع ها تدري في واحد اعرفه ميداني اقسم بالله ميداني التمر اذا شاف التمر يرجع طيب يمكن عنده سكر ما عليه طيب بغض النظر بس انه ما تخلص تمر إيه؟ تمر منه فائده ترى بس إيه واحد يمكن عنده سكر ما 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 شو جسو ها هو عنده سكر هذا الانسان ياكل تمر يعني شيء يعني يقدم 24 ساعه مع قهوه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه جيع اهله انا اشهد نعم صحيح والله بيت لا تمر فيه بيت لا تمر فيه جيع اهله تعال تعال شب النار مهما كان صار سبحان الله التمر مو به يبقون جيعاني شبك اخلف هذيب هذا حديث طبعا صحيح خربها دمرها يعني كل واحد يحط ببيته تمر يعني صمت جوعونه لا لا فعلا والله العظيم انا احيانا لما نجوع يوم اجي اخر ليل في البيت تمر والله الذي لا اله الا اني افك عليه تمر واكل تمر انا مشبع على طول تمر مع لبن يزين والله في المخ اسكت ما شاء الله عليك هيثم والله ما شاء الله سويت شيء ترى المبادره هذه تعال هيثم خلينا نفك كذا لا سيقان حركة سيقان حركة طول يلا تبون نسويها يضطر بعمره من هواه وعزه وذلني والله العظيم نقر روق يرحم امك هذا الملاهي انت صار زلة اي والله زمعك ولا عطني يا ولد طلع من جيبك شوي هناك يا ولد وين وين يا ولد انت قلت الدوق بالله راي حد وينه انا عندي قهوه بر هذا قهوه بر وحبه اي عطنا الحب يا هيثم عجل حب لك ما يبلي هذا جيب 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 عطاه رايد رايد انت بليكم ينكب في وجهه نظرني انا استخف وش شو فوق وش ذا؟ حب ها؟ حب كل اخويا يا الاربع والعشرين عد اغلاقها بحكام وش تراك اصلا عد ويطي ماك دخل
قول فهد سم لك يوم دغالين قال يا شباب عندي عندي مبادره وينو هذا انا قلت له ولا الحاجه لك ولا لي المبادره حقك الحاجه لك ولا لي لا لا انت ابد فصل البس بس ما في تسب علي روح الحق بسرعه ها الحق صدق والله انت ولا اي والله عجل الله هيك بسرعة والله العظيم صادق بسرعة الله يا غالي رايد بسرعة يا ما راعي يا مجاعي يا ذريد هاي واحدة هاي واحدة طيب غيرها هنا بالحي عجل يا رايد يلا حسب على دوة ايه وانت جاي روح القهوة الدوق تكفى ليه تبغى شيء؟ هي عندهم روح هناك خلص علينا بسرعة قبل الحق قبل يقفل قبل يقفل ابوه فاتح نص اي ولد رايد هنا هنا رحنا والله صادق والله رحنا رحنا هنا هنا قل لهم وش العلوم قل لهم وش العلوم بعدين تعال عجل عجل اه زبطت رضخه والله رضخه راح شو نجرب الحليب حليب ننخت عندهم شو السكر دوك شو السكر والله عاقب الاداره يا اخي اللي ذا جاي يقول يا اخي عنه وين جايبين يعني زياده رجالني يا من شر الله من حاله روح السكر 7 مليون ها؟ السكر في ذا الحليب 7 مليون شنو حليب؟ اي حليب؟ الرجال جاب حليب من ذوق لا جايبين حليب انت بدري من وين جابوه؟ من ذوق اكيد هذا من ذوق الثلاجه حق الذوق هو مسوي حليب ولا كرك ولا حليب؟ حليب لا عنده القواطي القواطي انت والله عنده قوطي يا ولد مو كذا يا ولد تعال تعال انت قام نول مسوي مرشد تعال بالله ما تفهم تشبون تعال تعال شب شب نقول لك عزيزان جيب حطب جيب حطب كان فيك خير تقول جيب حطب ها والله يا حمره عيونك يا هيدا مو خلقه كذا وين عيونك هيدا مصدق شبيناه مالكي هيدا شبيناه شبيناه والله حمره عيونك ما الدخان بغيت ادوخ كنت اشفط هيثم انت فيك الك تركي لا الحمد لله ما شاء الله ايوه طيب لهجتك كان فيها اتراك تقدر تقول ما شاء الله عليك مولود مولود فيها حسن فيك التركي انت الرجال ايوه وش اقول اديره زيلامسي فهد فهد اقول قبل امس كنت باذن الله بعد البرنامج نروح زيلامسي كون هذي بالخرج هذا اللي بيجيب الطرايد والغنايم ايه بالعلي فهد الجوال وين حطيته؟ فهد الجوال وين حطيته؟ انا ودك تقول لي الجوال بنغرد عيال منزلين شيء في الجروب اليوم منو؟ منزلين صوره اليوم في الجروب عيالنا جروب اللي صورنا اياه الجروب يا ولد الجروب يا ولد نظام الزحف جيب حطب وتعال جيب حطب يا شباب في الجروب تكفى تعال تكفى ابشر مالكي بشيك على تويتر سناب بجيكم تكفى جيب حطب يلا اوكي طفت لا خلاص شب خلاص اللي قلت ما تطفي والله خبيث ها سنه دفش الحين يجيك كب المعاملك كب الدنيا انا مالكي قلك مالكي مالكي امس قبل امس عند راسي علاجات وانا نايم ها وانا نايم قربع علاجات فوق وجهي ما عنده هذا يلبس شيء مبلع لخي شوي تلقاه هنا نايم بالسرير شوي هناك شوي تلقاه هناك شوي تلقاه اللي يتحرك رايد كان راقد جنبي يوم قمت بخاي وجه هلا فهد مالك احمد 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 امس يقوم يدرقد احمد امس احنا نمنا بالمسجد زين قبل النام احمد السالم مساير وسوي ناموا وانا والمالك جالسين سولف ويدخل خاينة أبو زيدة على دخلة أبو زيدة يسولف الأحمد السالم يفز فزة يسوي كذا أبو أحمد السالم أبو زيدة يخرب بيتك من أهلك خرع واقف أنا أخي ضحك الأحمد السالم رجعنا يختلع يختلع إذا قام لا كيف مصحيته من قوة القوة الثانية كان نايم شوف كان نايم أحمد السالم قوتك الثانية أحمد كان نايم أحمد السالم نايم زين ويجي هذا يلمسه قوم القوة الثانية يرجع هنا لا اليوم دخلنا عليه الصباح نواي قال له انا كذا واي فوق ذا واي من تحت من وين؟ في الغرف اللي هو قايم زين سوي
ويروح عند الدجاج يقول له يا خيك راقد ارقد ارقد على الحاف يعد الحاف يرقد يا ولد ما بصاحي والله العظيم ترى يقوم من النوم يفصل كذا اقسم بالله نعم قام مره عند رايد انا صاحي اشوف رايد ايش يقول قام ناظر رايد يقرب وجهه عند رايد يقرب وجهه عند رايد مشى ودخل داخل رايد قال خالي ترى سريرك ورا 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 يدخل رايد يسحب ويحطه على السرير لا عارف قال ميت رايد انا سويت لك شيء قال لا قيله مع السلامه ما يدري يسوي شيء ولا اي فيها بس مش يعني في كانه جه ضرب وهبله ولا ترى بالفندق مره فتح الباب صح محمد بنتور فتح الباب ابو مشعل كنت بالفندق رجال يمشي على البراج انا تحط ايدك عند جنب راسي ولا المخده المساء افز على طول انت اي ما شاء الله عليه اسرع ما يجاوبني هو اذا جيت اصحي لكن ما يقوم شوف في طبع انا يقعد على الفراش انا اقوم شوف انا اقوم في طبع انا متعود اقوم واقعد شوي خمس دقائق بعدين اخذ الجوال شوي بعدين اقوم الحين ما في جوال اي ما في اقعد كذا يلا بشوي بس هذا اليوم عجبني فهد يا فهد قوم الصلاه فهد تبغى تصير قصيدتك جاهز لا قوم صلاه سمعتني لا صوت اصحى انا اي صوت اصحى يا فهد ما دني يقومني يا فهد ما دني يقومني يا فهد بالعكس والله نحن عليك اكثر منهم ورب الكعبه هذا كذا احنا عليك يا تجيني قوم يدي فهد ايه يا فهد 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 تبغى جنة اسمع اي فهد تبغى جنة تبي الجنة ها قوم صل ها قوم صل قوم صليت الظهر طيب قوم صل العصر ترى بقى خمس دقائق بيقوم فهد فهد انت ما تسمع يا ولد قوم يا ولد اقسم بالله ان انا داخل مسكر الحاف كذا اقول ذا اقوم لا توطى في بطني لا لا اسمع أرد. اسمع اقول يا ولد خلاص ترى ادري ادري يا ذيب خلاص اسمع اسمع ماني قايم يا اخي فهد هو اللي خلي يروح يقول يقول, يقول فهد والله العناد كذا تمسك معي من ما صلي اسمع المالكي نايم يا مالكي يا فهد قم صل عشان قصدك سجازله قم صل الراي تحت الفراش قال لي طايح من عينك قبل يا اخي دب ولا تسمع دباته ايه يعطيك اليوم صلى اليوم صلى فيني رايد يوم صلى فيني فهد فهد خلص صلاته بسرعه ويجي رايد يصلي فيني الرجال ساجد وانا توي ما ركعت وانا توي ما ركعت تشاهي وناظر الا الرجال يقرب صوت الرجال يقرب صوت واطي مره ابشر بالعوض تشاهي يقرب صوت واطي مره عبود طافي جازك؟ لا قل لا بشروبه اي والله بشروبه احمد كاحمد تكفى بالله كيف يصحينا ذيب الصلاه؟ اوه الله يجزاه خير دكتور كيف بالله كيف صحينا؟ والله ما ادري انا كيف صحينا ها؟ ما قد صحاك؟ ها؟ ما قد صحاك؟ كان صحاني ما يمكن ما سوي ما سوي ولا ادري انا اي انت تجيك المنظم ولا ادري براشد انت ما ادري ايش جاك علي براشد احبك يا والله يا احمد والله ما غلطت عليك والله بذمتك احوك ترى بالله هذا قوه هذا قوه الثاني يعني اتحكم به والله العظيم اربع سبع نزل سبع اني ما اقول ان حبيبي قلبك طيب وانك ما تزعل الله يرحمك الله يرحم ابوك يا ابو انا قلت الله يرحم ابوك يا ابو والله انا ابغى تجي زين سايد تعين تعال والله نجي تعال انا حال بالله بس الشغل خلاص استغفر الله العظيم احمد يا عيال انا عندي قصيده بهديها لابو زيده يستاهل ابو زيد عندي قصيده لك تعال تعال تسمعون يا رجل بزفني بزواجي امه تزوج بدري امه يلا جاك كل ابونا نطق يا عيال صاير صاير 20 ساعه 24 ساعه براشد براشد متزوجين انا براشد اسمعني قوتي ثانيه بهدي رجل ابراهيم لما انت جاي الرجال قصيده ابراهيم يا ولد تفكير وين روح ابراهيم انا عندي هداه التوفيق عندي هداه عندي هداه لك يا ابو زيد الله يسلم امرك تسمعون يا الربع بلحن ولا بدون لحن بلحن بلحن لا تسوي قايد وريس الله الله اجلد لا دقيقه انت رافع مره
ايه صح انت الله اكبر لا تسوي لا تسوي ان الله اكبر ضيعتها لا تسوي قاعد تقول لا 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 الله اكبر طيب يا اخوي طيب يا اخوي هذا شخص مسوي كويس لن تهب قايد ولا رئيس من تهب تصل مواصلي من تهب تصل مواصلي جالسي ينكتي طقطق وزعلت والله انا بصفق يا لا 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 يا لا 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 تساوي واحد كويس لن تهب قايد ولا رئيس من تهب تصل مواصلي والله ما تصل مواصلي جالسي ينكتي طقطق وانزعلت اليوم انا بصفق يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 نستنى الرد من ابو زيدة خلاص تضرب زيدة ما ابو زيدة ما رحمك لازم ترد عليه ولا كل والله اعطاك برد عليه بس مو الحين لا على تشي حرب حار والله عيبنا صادق عطنا اي كلمات عبي روح عن القوه انا قائد وريس ولكني بالمحنك يلا يا اخوي يلا القياده القياده تريد طيب يا اخوي رجال طرح قوله قول يا اخوي يا اخوي قول اي اي صح صح قوله يا اخوي تكو قال ابو سالم انا بعيد بسيط عشان عشان يفهم معنا لا 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 خلاص فاهم قول يا اخوي يا اخوي وش يا اخوي يا اخوي اجيبها عشان اعطيك اللحم وش يا اخوي يا اخوي هي مقدمه القصيده اللحم يا اخوي اي يلا قول خلاك تكونها شفت مقدمة قصيدة اطلع يلا قول يلاك دجاج علم يا ولد انا ما اعرف الحان الجنوبي يا اخوي يا لا لا يا لا عزابي 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 طحنا كاتب بدك يا فهد لابس بدلة جدي لابس ثوبي جدي يلا روح ياكل طماطة حمراء يا ويلي يا ويلي ذاك ذيك القصيدة كلام ثاني يا ولد كلام ثاني ذيك الأبيات الأبيات أي قصيدة ولا أبيات ولا وش يا ولد هذه هزوجة تعرف واحد ثاني على تسليح التسليح بس هذه هزوجة اللي كتب هذا طقطقة طقطقة بسم الله إنه يرضى يلا يلا طقطقة طقطقة الحين ها علمت شي خيار محمد من مصدق يلا يلا خلاص شكل اللي يرفع هذا الجلد تعب اسوي انا بيع على صاج وعصاف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية نبيع على الغاز وعصاف يلا جنب الله والله تعلمت نبيع على الغاز لا ضيعت بدايه يلا يلا قمع قمع والله لا والله قمع والله احسبها قصيده جديده والله والله صادق بكره علينا تعرف ما اعرف والله العظيم قول له يلا ابو زيد ما استنينا قول له يلا شوف بكره بكره ما في غدا عيال عيال والله صدق بكره قول له يلا اما اي صح بكره خميس حاول انكم تصوموا صح اي والله بصوم يا محمد انا والعساف نوا والله انا شكلي بصوم والله من العزف هذا ما تقدمون كلام ولا تقدمون اكل ولا شو تسوون بالضبط نبي ناكل بكره ما في اكل بكره صوموا هذا شيله من راسك صوموا صوموا صيام بكره سوي بيض بيض شكشوكه والله سووا لنا شكشوكه ابو زيد ايش الكلمات اللي ابو زيد اسمع اسمع كلمات انا سويت لك قصيده يا ابو جالس الله اكبر هذا لا مسوي الرئيس هذا لا الله اكبر يا اخوي الله اكبر يا اخوي يلا تكفى طيب يا اخوي طيب طيب هذا لا قايد ولا رئيس لا 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 بدايته من كذا هذا مسوي شخص كويس لا هو بقايد ولا رئيس وهل ما يصل مواصيلي وهل ما يصل مواصيلي جلسي ينكتي طقطق وانزعلت اليوم انا بصفق وهل ما يصل مواصيلي وهل ما يصل مواصيلي سعادة يا لا 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 رايح اسحب الوزير اليوم ابقى يد ولا رئيس والله ما يصل مواصلي والله ما يصل مواصلي والله ما يصل مواصلي
جالس ينكت طقطق وانزعلت اليوم انا بصبك والله ما يصل مواصلي والله ما يصل مواصلي طيب يا اخوي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يلا يا ابو زيده لك يا ابو زيده يا رجال انت هب قيد ولا انت هب قيد ولا اكم شوي لا وزعت اليوم انا بصفت والله ما يصل مواصلي والله ما يصل مواصلي جالس ينكت جالس جالس يسولف ويطقطق وزعلت اليوم انا بصفق الله الله يا اخي والله ما يصل مواصلي والله ما يصل مواصلي يا ابو زيده ابو زيده لازم ترد الحين خلاص هذا ردية يا محمد طالع رديه بن احمد وابو زيده لا والله والله هذا طال عمرك واحد انا في اليمن حلو ويدعي لا 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 ما احلى هيك الوضع طيب ويدعي انه عالم يعرف كل شيء يدعي اي وكل ما سالوه والله انت اللي تدعي والله يعلمونك سالفه لا والله انا بشرك اموري طيبه ها يا الله في ذمتك يا الله يا رب يا شيخ الى متى الى متى يدعي الى متى وانا انتظر احس انك كسرت ارقام قياسيه بتطبيق لا طامر العقم انت مره اسمك مسجل هناك انت اسمع يا طير اسلم اسلم الخنبشاره اي الخنبشاره الو كاد قال طال عمرك هذا واحد في اليمن يدعي العلم والله ونعم بأهل اليمن كله ونعم بأهل اليمن إيه أنا أقول إيه لك بس أقول لك موقعها إيه سلام إني خابر المهم أهل اليمن بلاد العلم والعلماء أنا أشهد الأدب يماني أنا ما عادكم ساكتين خلوا رجعتهم سالف كل ما جو السلو عن شغلة يعطيهم إجابة من جنبه ويقنعهم قاموا اجتمعوا أهل القرية كلهم إيه قالوا حنا هذا لازم نوقفه عند حده زود إيه هذا اي زودها كل ما نشدنا عن شغله اعطانا اجابه واقنعنا طيب ما يبونهم كذا هو يقنعهم يقنعهم يدرون انه يكذب بس يقنعهم هذا المشكله اي يقوم طال عمرك ويجتمع قالوا حنا الرجال هذا بنوقف عند حد نبي نطلع لنا كلمه ما لها معنى ويجتمعون ما ادري ويش لا 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 لين جابوا كلمه ما لها معنى اللي هي الخنفشار الخنفشار ما لها معنى الكلمه إيه. لا لا وانتم تنشدوا تقولوا ايش معناها يعني كيف هي محسن يبي يشوف انت الرجال في القريه ولا لا اسمع ويقوم من طعمرك يجتمعون يجيبون كلمه الخنفشار قالوا واحد منا اليوم يساله اذا جاء ويقوم اول ما جاء من طال عمرك ويعطونا اسئله ذا قام واحد قال عندي سؤال انا في كلمه سمعتها اليوم بس ما اعرف معناها ما يعرف سيكي قال شنو هي قال الخنفشار قال الخنفشار هذا نبات يوجد في أعلى الجبال أكبر ويستخدم في العلاج يستخدم في العلاج وإذا أكلته الإبل يدر حليبها وقد قال الشاعر لقد عقد حبك على قلبي كما عقد الحليب الخنفشار الله أكبر أنا إبليس وما نتباعه أي والله والله هذا اللي ما يبلش والله يا اقول الرجل صدمه وقال هذا دقيقه راحوا براس الجبل